تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أحبابنا الكرام، مرحبا بكم، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وتبواتم من الجنة منزلة. وهذا مجلس جديد من مجالس الشاطبية، تحفيظا وشرحا موجزا، والدورة كذلك دبلومة القراءات العشر الصغرى من الشاطبية والدورة، تحفيظا وشرحا موجزا وإقراء وإجازة. وكنا قد وقفنا في المجلس السابق عند نهاية باب الهمزتين من كلمة، والآن بإذن الله تعالى نشرع في باب الهمزتين من كلمتين. باب الهمزتين من كلمتين، نعم. قال إمامنا رحمه الله: وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانتا من كلمتين فتل على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله مولانا. حياكم الله أستاذ محجوب، كيف حالك؟ حياكم الله. مرحبا يا أم معاذ، كيف حالكم؟ كيف حال أخينا الكريم؟ أو ابننا إن صح التعبير. الحمد لله مالك الحمد. بارك الله فيك. شفاه الله وعافاه. اللهم أتم شفاءه على خير. باب الهمزتين، معذرة على التأخر، باب الهمزتين من كلمتين. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. أسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتل على. تفضل أستاذ محجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الهمزتين من كلمتين. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا في كلمتين من كلمتين فتل على. تمام، بارك الله فيك، نكتب إن شاء الله. العشر النفعية رجعت يا أم معاذ، رجعنا اليوم إن شاء الله بإذن الله. غدا سيكون الموعد الساعة 11:10 بتوقيت المغرب، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. يمكنك إن شاء الله أن تتابعي تسجيل اليوم، بارك الله فيك. كتبت يا مولانا؟ اكتب يعني اكتب. واسقط اقرا مولانا؟ تفضل.
وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. تمام، بارك الله فيك. وإن شاء الله يوم ما عايز تشاركنا مشاركة وجدانية هكذا، وإن شاء الله تكتب كل شيء وتراسلنا بهذا مشكورة. قال وأسقط، ثم قال: كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا، كجاء أمرنا، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. تفضل. كجاء أمرنا من السماء إن من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء كجاء أمرنا من السماء إن من السماء إن من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء من السماء إن أولياء كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. تمام، بارك الله فيك. أكتب إن شاء الله. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أنواع أولئك أنواع أولئك أنواع اتفاق تجملا. تمام تمام تمام، بارك الله فيك. نجمع البيتين: وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا. كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. تفضل.
وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا وأسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا كجاء أمرنا من السماء إن أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. فتح الله عليك. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا في غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي فتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي فتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا البزي فتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. تفضل. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. بارك الله فيكم. نكتب. وقالوا والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو سهلا. تمام. بارك الله. أيضا أم معاذ نرجو أن تكون كتبت. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا.
وبالسوء إلا وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة، وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلة. تفضل. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ما ليس مقبلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنه ما ليس مقبلا. بارك الله فيكم، نكتب إن شاء الله. أبدا ثم أدغم فيه خلاف عنهما ليس مقفلا. تفضل. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. تمام، بارك الله فيكم. طيب الآن نجمع البيتين، اليوم 6 أبيات فقط، 2 2 2. وقالوا هو البزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو سهلة. وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو سهلة. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وقالون والبزي في الفتح وافق وفي غيره كالياء وكالواو سهلة. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقفلا. تفضل. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. وقالوا والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغما وفي خلاف عنهما ليس مقبلا. تمام، بارك الله فيكم. ثم قال: والأخرى كمد عند ورش وقنبل. 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 وقد قيل محض المد عنها تبدل. وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد. خذ راحتك يا أستاذ. وعليكم السلام، لا بأس، يسر الله لكم. والأخرى كمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدل.
والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. تفضل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، والأخرى عند مد. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. تمام، بارك الله فيكم. نكتب. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. تمام، بارك الله فيك. آخر بيت معنا، قال: وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه متلا. تفضل. مولانا، البغاءين بتنوين في الأخير كيف؟ احنا حفظناها هكذا، لان هو حذف هنا صاحبنا، قالوا في هؤلاء والبغاء لورشهم وفي هؤلاء والبغاء لورشهم. انا كنت بقراها كيف؟ وفي هؤلاء البغاءين. والبغاء لورشهم، كنت بقول لورشهم صح؟ نعم هكذا نعم هكذا حفظناها، لان هي في بعض لأن احنا النسخ، بعض النسخ والبغاء لورشهم، وفي هؤلاء والبغاء لورشهم. شوف الشيخ يا فكرة، اتيك الان بالنسخة تشوفها عملها كيف. اهو احنا تعلمنا بأن ال التعريفية والتنوين عدوان لا يلتقيان، عدوان لدودان لا يلتقيان. لا مستحيل يكون في تنوين الف واللام. انت عندك منونة والبغاء لا بغير تنوين. لا انا ما بنونش، انا اتي بالنون والبغاء
البغاء إن، فنسقط الهمزة ما الأولى فيش تصبح والبغاء إن، فهمت؟ انظر ما انظر فيش إن. انظر لل انظر لل للصفحة. أنا أتيت الآن بنسخة الشيخ إيهاب فكري، بص كده شوف شوف مكتوبة كيف، شايفها؟ وفيها أولى إن، دقيقة ها دقيقة في نفس الصفحة اللي احنا فيها. أنا نقلت لك، عملت شير لل نعم. بغتاجيه بالفرنساوي. سقطت إن هنا هو عنده، عند ال لان في نسخ تانية الشيخ علي النسخة الغامدي اللي اعتمد على ان مفيش ان، انما الصحيح الذي حفظنا عليه وفيها هؤلاء ان والبغاء ان نعم. لوحشي، هي مش تنوين. انت فهمتها تنوينا، هي ليست تنوينا، انما هي البغاء ان، نعم لان الايه كده هكذا في القران الكريم، لأن البغاء ان اردنا. فابو لأن عمرو بيسقط، يقول ايه؟ نعم البغاء ان هؤلاء ان، فهمت؟ فهو اتى بها على بنحو قراءة ابن عمرو، بيقول لك ورشة هي من فيه، وهؤلاء إيه؟ وفي هؤلاء ان والبغاء ان لورشهم بياء خفيف حاضر حاضر الكسر، ان هو يقول ايه؟ هؤلاء البغائيين، كما سنقراها ان شاء الله. نعم تفضل. نعم 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 حاضر. وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف خفيف الكسر. دقيقة مولانا، أنا كنت أقرأ على النسخة الذي حققها. هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم وبعض بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. تمام، بارك الله فيكم، اكتبها إن شاء الله. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. نجمع البيتين: والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدل. وفي هؤلاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا.
والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل وحد المد عنها تبدله فيها هؤلاء إن والبغاء إن لورشيم في عين خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل وحد المد عنها تبدله فيها هؤلاء إن والبغاء إن لورشيم في عين خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدله فيها هؤلاء إن والبغاء إن لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدله فيها هؤلاء إن والبغاء إن لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدله فيها هؤلاء إن والبغاء إن لورش بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. تفضل. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل مد المحض عنها تبدلا محض المد. وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. والأخرى كمد عند ورش وقنبل. وقد قيل محض المد عنها تبدلا وفيها أولاء والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضه موتلا. الله يفتح عليك. معنى الأبيات باختصار شديد، باختصار شديد ومفيد إن شاء الله. نجتهد ولو حتى في 10 دقائق، لأن في أخ له موعد وتتابعت وتوالت الأشغال في هذا الشهر، لأن كنت معتذرا الفترة السابقة من كثير من الناس ووعدتهم في شهر 2. فالآن إن شاء الله بعد قليل سيدخل أخ له موعد، ثم دروس أخرى فتح الباب لاستمرارها وهكذا. فإن شاء الله نجتهد في الاختصار، وإن شاء الله في الإشارة ما يغني عن كثير من العبارة. وأسقط الأولى في اتفاقهما مع. نحن الآن في الهمزتين من كلمتين، همزتان متلاصقتان من كلمتين، يعني الهمزة الأولى في آخر الكلمة الأولى والهمزة الثانية في أول الكلمة الثانية، هذا هو المقصود. من الذي يسقط؟ يسقط يعني يحذف الهمزة الأولى، سميها حذف ما إسقاط، ولكن الأشهر الإسقاط. وهذا هو الراجح عند العلماء، أننا نسقط الأولى. من إذا كانت من كلمتين فتل على. من هو فتل على؟ أبو عمرو البصري. فلما يقول في المتفقتين، لأن احنا عندنا اتفاق واختلاف. اتفاق 3 حالات، مفتوحتان جاء أمرنا، مكسورتان هؤلاء إن، مضمومتان أولياء أولئك، وما أشبه ذلك. ماذا يفعل أبو عمرو؟ يسقط الأولى مع القصر، نعم، وهو المقدم، أو مع التوسط، فيقرأ هكذا: جاء أمرنا، أو جاء أمرنا هؤلاء هؤلاء إن. يسقط الأولى ويحقق الثانية: أولياء أولئك، أو أولياء أولئك. جبنا كلام ده منين؟ قال لك كمل وانت تعرف. كجاء امرنا من السماء اولياء اولئك. اهي، يا سلام يا سلام يا شاطبي، رحم الله امامنا الشاطبي. بيجيب لك الامثله كمان، يعني مش خليك تحتاج حاجه تاني، اتى بالقاعده والامثله، والمثال يتضح المقال ويزول الاشكال. اولئك خلاص، يبقى جاء امرنا مثال للمفتوحتين، من السماء ان اللي هي من السماء ان مثال للمكسورتين، أولياء أولئك مثال للمضمومتين، وما فيش غيره في القرآن في سورة الأحقاف: أولياء أولئك ومن لا يجب دعاء الله فإيه فليس مجد في الأرض وليس لهم دنيا أولياء أولئك في ضلال مبين. ثم قال: أنواع اتفاق تجملة. وأيضا أولئك يصح أن أنت تفهم منها أن أولئك هذه الأمثلة للثلاثة أنواع اتفاق، فضرب عصفورين بحجر. أنواع اتفاق تجملة كما قلت لك، فرطتم في يوسف،
اقصد المثال الايه، انت ممكن تفهمها ان هي الايه هكذا في يوسف، وقد تفهمها ايضا ان هي ايش في سوره يوسف، او الايه هكذا في يوسف فرطتم في يوسف، ولكن نوع اتفاق تجمل، تجمل يعني تحسن. ادي المتفقتان. طيب المختلفتان كم حاله عندنا؟ كم حاله شيخ محجوب مختلفتان؟ القسمه تقتضي ان تكون 6 حالات. ليه 6 حالات؟ لان احنا اتينا بالمفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين. هي القسمه اصلا نعم. تساعيه، القسمه تساعيه نعم. يعني ايه؟ 3 في 3 ب9، فتح كسر ضم في 3 وفتح كسر ضم يعطينا 9. هنسقط منهم المتفقتين فتحتان كسرتان ضمتان، يتبقى 6. طيب 6 انا الستة هذه كلها في القرآن إلا حالة واحدة، اللي هي إيه؟ الأولى مكسورة والثانية مضمومة. خد بالك الآن أشرحها لك وأفتح الكاميرا عشان تتضح الأمور. الآن الآن نحن نريد أن نفهم هذا الموضوع في طريقة سهلة جدا. أنا عملتها لنفهم هذا الموضوع، ليس لإيه؟ ليس لقارئ بعينه، وإنما لمجموعة كبيرة من القراء. ولكن قبل أن ندخل على هذا الموضوع، خلينا نشوف الأول مذاهب الباقين في الإيه؟ ها؟ في المتفقتين. إحنا ما زلنا في الإيه؟ ما زلنا في المتفقتين. قبل ما نروح للمختلفتين اللي هما 5 حالات، خلاص؟ سنتعرف على مذاهب القراء الباقين في المتفقتين. طيب، وقالون والبزي في الفتح وافق. وافق مين؟ أبا عمرو. أبا عمرو. يبقى قالون والبزي في المفتوحتين يسقطان. جاء أمرنا، جاء أمرنا، لك الوجهان، والمقدم هو القصر. خلاص؟ وفي غيره كالياء وكالواو سهلة. في غير المفتوحتين هيعمل إيه؟ يسهلان. يسهلان الأولى، الكلام كله على الأولى. فماذا يفعل قالون البزي في نحو هؤلاء إن؟ هؤلاء إن أبو عمرو، هؤلاء إن، خلاص عرفنا أنه يسقط الأولى مع القصر أو مع التوسط، هؤلاء إن. طب ماذا يفعل قالون البزي؟ تسهيل الأولى، هؤلاء. شوف هؤلاء بين الكسرة وبين الياء المادية، هؤلاء. وبعدين يأتي بالإيه؟ يأتي بالهمزة الثانية محققة مع القصر ومع التوسط، ولكن هنا العكس، المقدم هو التسهيل مع التوسط. هؤلاء إن، أو هؤلاء إن. واضح؟ نعم واضح. مضمومتان، واحدة بس في القرآن في سورة الأحقاف، يقول إيه؟ أولياء أولئك، أو أولياء أولئك. شوف تسهيل بين الهمزة المضمومة والواو المادية، أولياء أولياء أولئك. طيب، وقالون والبزي فتح وفقه، وفي غيره كالياء وكالواو سهل. عظيم. طيب، هل هذا الأمر في كل القرآن بلا استثناء؟ قال لك لا، خد بالك بقى. وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم. ما هي بالسوء في سورة يوسف، إن النفس لأمارة بالسوء إلا، مكسورتان. فقالون والبزي هنا استثناء. قد يتوهم البعض يقول لك طب ما هو انت قلت في المكسورتين تسهيل الاولى. قال لك ما فيش مشكلة، هذا ذهب اليه البعض ولكنه مذهب ضعيف طردا للباب. انا اقول ايه؟ بالسوء الا، ولكنه مذهب ضعيف كما قال ابن الجزري. الامام الشاطبي نقله هنا. على كل حال، والمذهب الثاني هو الابدال ثم الادغام، بالسوء تصبح ايش؟ بالسوء وي، بالسوء تصبح بالسوء وي، هنبدل الهمزة واوا، خلاص؟ بالسوء وي إلا، فأبدلناها واوا مكسورة ثم ندغم التي قبلها فيها فتصبح بالسوء إلا. يبقى قبلها مادية
والواو الهمزه هذه مكسوره ابدلت واو المكسوره، ثم ندغم الواو الماديه في الواو المكسوره فتصبح ايه؟ بالسو الا. هذا هو الراجح، ولهذا قالوا وفيهما وكان الاولى ان يرجح، قالوا وفيهما خلاف ايه؟ وبالسو الا خلاف وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. وبالسو الا ابدل ثم ادغم وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا، ولكن الراجح انه هو ايه؟ ما قدمه الا وهو الابدال ثم الادغام بالسو الا. ثم قال والاخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا.